أسعد الله أيامكم مشاهدينا الكرام بحلول شهر شعبان المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركة، وإن شاء الله ديم أفراح موالين أهل البيت جميعا. ودائما وأبدا شعبانيات يجيبون بيك ليشة القناة، فبما أنه نص الصينية موجود نرحب بالنص الآخر الملا عبد الرحمن نصيري. أسعد الله أيامك، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بصحة وعافية وإن شاء الله من العائدين والثابتين. هو هذا إحنا من علامات الفرح. أي والله مو نعمة هذه؟ هاي نعمة والله. اي بالله العظيم. يعني احنا سيد رضا قال لي لا تخليه يسولف، راسه خليه يقرا. شو تسوي؟ شو تسوي؟ السلام عليكم، يلا اقرا. يلا. اولا حياك الله، وصولك لكربلاء وهذا مهم. وانا بالنسبة لي حتى اقولها وبالجو، انت ومحمد علي الربيعي اهم شخصين قدمتوا اياهم. يا حبيبي شرف. سعيد جدا انه من يقولوا لي شعبانيات يعني راح اشوف النصيري. الله يطول عمرك. إيه الله يوفقك. أحمد وأنت يعني رجل عندك إضافة وإطلالة خاصة يعني. يسلمك. يعني. يسلمك الله يوفقك. أنا خلاص أنا اليوم ممنوع محظوظ من السؤال. أنت اليوم يعني خلينا نقول خاطفي. يوم محاربي. أنت خاطفي. إيش نقول لك تسوي؟ محارب. أولاً خلي أسأله فيك شيء في الدقيقة. عديت شيء جديد لشعبان؟ لو أنت عندك فد كم يعني لا مو مشاركات، أقصد قراءات. أكو شيء جديد؟ نعم. لو انت معتمد على الكم اللي عندك من المخزون. لا هو الاثنين مع بعض يعني. احنا هم الاشياء اللي حافظينها سواء أكيد. بالفصيح سواء بالشعبي وهم الاشياء الجديده. احنا اكو قضيه نعاني من عندها للاسف الشديد اللي هي قله المواليد. صح. فانت من ماكو مواليد بعد ما تحضر. اي صح فعلا. بس عموما يعني اكو عندنا جانب احنا هسه احنا كمرادود اللي اللي هذا الجاي متاحه لنا اللي هي عالم الحملات. الحمد لله. ايه فنقرا ونحضر وهذه ادري ادري يموتونك تموت اخي عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن اقرا لنا مثل ما قال سيد بهاء وسيد رضا. تحياتي طبعا لأنا. كل عام وانت بصحه وعافيه. الله كل عام والمشاهدين والمتابعين بصحه وعافيه. ما ادري انا بشعبانيه صار لي اكثر من 10 سنوات ما شاء الله. ايه في هذا البرنامج يعني اكثر. هو بدا وياي ايه 12 سنه تقريبا. ايه 12 سنه انا هو بدينا سوا بشعبانيه. انا قبل 12 سنه جيت في الابتدائيه. اي والله العظيم رجال شايب شايب. ايه عم عبد الرحمن شنو سمعنا اليوم؟ أبا عبد الله وإحنا بجواره سلام الله عليه. أقول الله بقانونك يشمح للعطش من لامس الشفايف. الله وش حكي هذا؟ أي والله بقانونك يشمح للعطش من لامس الشفايف. كشخن زليت فوق التروب ما كنك انت نازف. مو عاشق اللي يقول ما شعري بألم. الله ما عايش الكمال المباكي للخيم. ابو عبد الله مات النهر وانت العدل. الله يجري ونحس ناشف. بس انت عايش بالقلوب غيرك فقط سواليف. ميتك القلوب ما يشعر بإحساسك. كل هذا الوجود يعيش من أنفاسك. يا كشخة علي والرمح شايل راسك. ما ادري هواي طويله القصيده مسموح لك يعني. مسموح لك. انت مسموح لك. ابا عبد الله يا تالي كل شيء واوله وغبشه نبي وحنانه. صدرك امان الكل سهم تايه وجل امان. اسهل صعوب حسين من ربك انزلت. عطف رحيت رذاذ رذاذ من قاله وعطشت. جرحك عبار كل الحقب وتعدى كل زمان. ويموت اسباب العطش بينا وهوى روانه. وتشب خضار وتشب بخضار وما تموت جروحك. هاي الدنيا ونعيش بنسايم روحك. والى اخره بعد قصده هواي طويله وتفاصيل. شاعر علاء المياحي. انا احب اللغه رائعه جدا. انا احب اللغه الرمزيه انا احبها. انت كلك محبوب وجميل واختياراتك جميله. الله يسلمك طول عمرك. اسعد الله ايامك مره ثانيه. الحب هذا يا اخي. لا لا
والله يمكن اللي حكي قفاك اكثر. الله يطول عمرك سل سيد بهاء. وانت كذلك والله عزيز وغالي طبعا تحياتنا. انا مشتاق للجميع يعني. اي والله الكل. حتى من خلال جمهورنا ومشاهدينا واخوتنا يعني نحيي الجيش من خدام الامام الحسين. اي والله يمكن اذا نحسبهم 4 6 11 14 16 17 1 ورا الكاميرات غير اللي بالكنترول طبعا. تحياتنا لكم جميعا والله يوفقكم وان شاء الله مجهودكم يعني ما ادري جاي اشير لي مشكله هذا منو ولا ما اقدر لا واللوكيشن الجديد مسوي نعم مسوي نعم جو نعم الحمد لله الافتتاحيه يمنا صارت نعم نعم الحمد لله. سولف لي شنو اللي يميز شعبان بالنسبه لعبد الرحمن كخادم من خدام الامام الحسين وكشخص يعيش دائما يعني انت ممكن محسود مثلنا احنا اهل كربلاء تغلب المناسبات متواجد في كربلاء. سابقا اي هالسنتين لا والله بكثر الالتزام بالمجالس والسفر وشي فما ادري ممكن هو تكليف من سيد الشهداء او سلب نعمه الله لا يقولها. بس عموما انا بشكل عام بشكل عام يعني انا بشخصيتي احب المواليد بعيدا عن موضوع القراءه والمشاركه والتقديم. انا احب اروح احضر واحب اروح اصفق واسوي جو. اي اضل ما يسوي جو خلي الناس تفرح. جيت خلينا نشوفك بالبارت الاخير من البرنامج. افا عليك ما نحب النظر نريد عملي. حاضرين. احنا يمكن عندنا الفقره الاولى باعتبار تاخرنا بالبث ونعتذر نعم. للمشاهدين انا كنت السبب بالتاخير فلذلك راح ننتقل استاذ للصيح عليه وذا 3 دقائق بعد للصيح عليه او تنصي يعني الصوت من يمك. قبل لا ننتقل سؤال لازم نكتشف هذا السر بالنسبه للقناه. اي لازم نخاطبهم بشكل رسمي شوف لنا جهه تمون عليهم. ليش بس بالافراح احنا ليش يودون عينه بس بالشكليات بس بالشكليات شنو الفيلم هسه هم نعمه مو توفيق هو هسه ناس شغل اي ناس صدق ناس الله عليك لو قلنا نطلع انا وياك حزانه بالش اسمه الله عليك نطلع عند الغوين هذاك والله والله ذا خذ بهذا الموضوع يجروني الساده من هنا يطلعوني صدق والله بالله العظيم مره قدمت ما ادري شنو مناسبه هنا كل شهاده النبي ايه. انا قوه لازم روحي ايه مو هذا اكو فد شيء وشارك شعارك راح حلو اي زين وهو شهاده النبي لا هنا ولا هنا يعني محمد ايه. المصطفى صلى الله عليه وسلم هي هذه هم نعمه السجيه انه انت سجيتك انسان مبتسم فلذلك انت تصلح لهذا المكان. اي صحيح. اللي يتصنع انه مبتسم او هو سعيد او هو يمارس شيء يحبه كتقديم برامج اداء الانشودات الحسينيه او المواليد اذا ما تحبها ما ممكن يوم من الايام تبين للناس بالكواليتي العالي اللي هو المفروض يوصلها للناس. ما ادري استاذ تسمح لنا ننتقل باعتبار انك مايك هم حركته والدنيا اللاصق ننتقل يلا. ننتقل يلا يلا حبيبي. لا مخدوم عفوا. عندنا ضيف نعم ايضا خادم من خدام الامام الحسين هو نوع عزيز علينا والله اكيد بس هو يعني لابس لبس مال صيد وما رادوا كشخه اليوم كبيره ايه 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 مالك شغل بالحكي اكو تعبير له جيد اذا شوفينا يعني اذا خلينا ناخذ فاصل بانتقاله الى الاجواء الزياره من بعدها نرحب بضيفنا احد خدام الامام الحسين. مشاهدينا الكرام فقرة ضيف هو مو ضيف هو من أهلنا ومن أهلكم إن شاء الله واحد من خدام الإمام الحسين اللي دائما وأبدا نسعد بوجوده في قناة الإمام الحسين وفي كل المحافل الحسينية حملات مجالس بكل أماكن اللي ممكن يقدم بها خدمة للإمام الحسين ما في يوم حسب معلومات اعتذر عن مجلس الله يوفقه إن شاء الله ويديمه الملا عمار السماوي اسعد الله ايامك وعلى مسلم يا استاذ احمد اسعد الله ايامك العام وانت بخير ايام المشاهدين ان شاء الله دائما مباركين بالشهر الكريم شهر شعبان المبارك وان شاء الله احنا واياكم افراح ومسرات يا استاذ احمد ان شاء الله كل الهلا الله يديم شلون هالدنيا وياك مثل ما يقولون بخدمه الامام الحسين والله الدنيا بخدمه اهل البيت حلوه غير خدمه اهل البيت مو حلوه ان شاء الله دائما حلوه وان شاء الله تستمر على هذا الخط الله يعزك نبدي نستمع من عندك كيفك؟ اي احنا شويه فقراتنا هواي فحتى يعني نستثمر الوقت سريع. يقول الشاعر
الحاج عباس الجبوري. الحسين الحسين كان قرارا إشراقة وشهادة ومسارا أوفى على الدنيا فكان منارا ومضى عن الدنيا فصار مزارا. أمي التي قد أرضعتني حبه وأبي الذي قد مات فيه مرارا فحملت رايته أطوف بها الدنا حتى غدا اسم الحسين شعارا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. زين ليش ما كملت؟ تريدنا أكمل؟ وقلنا الوقت خو قليل. خلي أريد قراءة ثانية. قراءة ثانية لو نكمل؟ لا خلنا نأخذ قراءة ثانية حتى نستلهم كل الأذواق إن شاء الله باللهجة العراقية شعبي. شعبية؟ إي. تريد بوذية، هوسة، قصيدة؟ اللي يعجبك. صوت واضح بالعقيدة. تعشق حسين القصيدة بالعشق واضح غرامي حب الحسين بهيامي. صوتي واضح بالعقيدة أجمل ولادة اليوم أبعث تغاني يرسم إليك شعبان شوقي وحناني. مرسالي لك وديت فرحة أماني لما أقول حسين يطهر لساني. ينولد سيد المعالي غالي أنت وتبقى غالي أنهض باسمك قيامي حب الحسين بهيامي. صوتي واضح بالعقيدة. نروح بالقصيدة يا أستاذ أحمد. فرض العشق صليت والدين يا غاجي استلهمت بيك جنون علمني عابس فطرس يشيل جناح خطي النواريس تعطرت بيك أفراح شفتي المجاليس حب انت وكل كياني وماكو غيرك والله ثاني سلمت تسمع سلامي سلمت تسمع سلامي حب الحسين بهيامي ايه حب الحسين بهيامي. شاعر القصيدة يوسف الفتلاوي. هذه من ايجابياتك انه انت دائما توثق للشعراء. اكيد هذا جيد هذا حق. ايه شعباني لك مولاي زفي البشارة وابتشر كل الكون صرحة ومدارة هاجرت ناغ حسين وتلالي سارة حضرن بنفس اليوم رسمين منارة حضرن الليل على مهدة وباسن حسين على خده فطرس يذيع الاسامي حب الحسين بهيامي حب الحسين بهيامي. احسنت واحسن الشعر. الله يديمك. هواية تهتم بالاوراق. الكبرشين؟ لا دائما نجيب قصة. نذكر سيد جاسم الطوير جاوي رحمة الله عليه يوم من الأيام كاتب لي قصيدة ورسلها إلي
فما عندي ورقة. فقال بعد ما أقدر أقرأها لازم بالتليفون. فقال لي إذا تقرأ بالتليفون لا تقرأ. قلت له ليش؟ قال هذا مو نوع من أنواع الاحترافية، ممكن تخطأ بالتليفون، فاقرأ بالورقة. فبعد اضطريت، هذا درس، اضطريت فخليت ورقة على التليفون. ها، هذه حيلة استخدمها علاوي، فد شوي راح يصعد ويانا حتى تكون واحدة من الحلقات ملزم الموبايل يعني ورق. واقعا يعني أحضر وأتعب وأطبع وأشتغل على مود الورقة. إضافة الورقة مستحيل تخونك، اي فعلا التليفون ممكن ينطفي، ممكن هواي أمور. صح. شون طريقة تعاملك ويا الشعراء؟ أنا سألك هذا السؤال سابقا بس أريد أوثق أكثر. والله يعني الشعراء متفضلين علي واقعا. الدكتور اي متفضلين كلهم، خدام الحسين، دكتور محسن العقيلي، شاعر ثائر الكناني، يوسف الفتلاوي. قبل اشهر بدات ويا الشاعر الكبير اللي هو عمار هليل الواسطي، تحياتنا، وله باع كبير بالنص الحسيني. كثير من الشعراء لا، وكلهم اعتبرهم متفضلين علي. تعتبر الذائقه بالنسبه لخدام الامام الحسين المنبريين مهمه طبعا، لو الاقتناع بقدرات الشعر اهم. يعني ممكن القصيده امس، هذه اللي قريتها امس وصلتني، رجعتها هي اللي قريتها رجعتها على الشاعر وخليت يعيد، ممكن بعض النصوص خليته يعيدها كامل، يعيد صياغته بس وقت الفكره. طبعا القصيده لازم تكون من منطلق عقائدي، من منطلق فقهي. الروايات اللي تروح لها القصيده فيها سيره اهل البيت سلام الله عليه، اضافه تكون متزنه يعني ولا نمس بها اي انسان ان شاء الله. نعتمد على سيرتي اهل البيت سلام الله عليهم. محضر لنا هوسات؟ اكيد هوسات موجوده. تعال ليش تبخل علينا؟ يقولنا بالاخلاص والغيره وفيا كلمه الزينين، اجب شعبان ميلاده قمر ومنور الكونين، فرح وجفوف قبلها الف مبروك يا ابن حسين مبروك وباشر يوفي له، مبروك وباشر يوفي له الف الله. مبروك زينب تقول سلام الله عليها، الله عليه، الف مبروك باشر من تشوف الناس يا رافع عمدها وانت رفعت راس. الله. قالت سم ابويا، قالت سم ابويا، قال هالعباس، واهتزت اركان الغيره، واهتزت اركان الغيره. شاعرها ثائر الكناني. يا ركن الوفاء الما وقع على القاع، من صلب الصلب متوارثين سباع. يا وجه السفينة ولا الحسين شراع، يا نوح الشيعة وغاليها، يا نوح الشيعة وغاليها. الله يديم. أيضا لنفس الشعر، هذه ثائر الكناني. جيد، الله يوفقك ويوفقك إن شاء الله ودومون بخدمة الإمام الحسين. أحمد، شنو رأيك باللوكيشن الجديد؟ والله على الهواء الطلق جميل جدا، ونحن في رحاب أبا الفضل العباس والإمام الحسين سلام الله عليهم، ونشتم هواء كربلاء. الحمد لله، هذه نعمة. اي يعني هواء كربلاء نستنشق، هذا هذه النعمة الكبيرة الله علينا ان شاء الله. اي والله. انا ستنا من العمار، الله يديمك، شكرا لحضورك. صح الوقت قليل لكن ان شاء الله وجودك كبير، الله يعزك. عفوا عفوا. وخدمة الإمام الحسين لو دقيقة قدام الحسين، الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لك مره ثانيه، الله يسعد الله ايامك مره اخرى. الله يعزك، والله يوفقك دائما وابدا ان شاء الله. تكملون ويا عبد الرحمن بعد، هم عندنا مجموعه سرب. اي هذا القمر المنير. الله يعزك، الله يديك. الله يوفقك ان شاء الله، موفقين ان شاء الله. اي ملا عبد الرحمن حتى خارج الاستوديو ما يقدر يسكت. مشاهدينا الكرام، فاصل اجواء زياره مره اخرى ونرجع من بعده نستقبل ملا عمار ومجموعه من الشباب والفتيه اللي دائما وابدا نتنومس بوجودهم. ونعم ملا عبد الرحمن، هي اسف ان شاء الله واحد كلهم قدام الامام الحسين. تخرج زينه ملا عبد.
مخدوم عفوا. اذا ننتقل الى فاصل ونرجع من بعد اخواننا العزيز. نحن بالجو، اسعد الله ايامكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، وهذا الجزء الاخير او البارت النهائي من هاي الحلقه، راح تستمتعون ويا خدمه الامام الحسين اللي انا دائما وابدا اقول يعني اتمنى كان يكون صوتي جميل بهذه المستويات حتى او اخذ تمارين. كان والله نافستك ونافس حتى اخذ تمارين واكون مثلا مثل الشباب اللي دائما اقول لهم انتم محسودين على هاي الامكانيه اللي عندكم واكو مدرسه وتدربكم. شكرا لمحمد سلاوي ابو امير اليوم ما شكرناه قبل لا يدخلون، وعمي محمد سلاوي هم شكرا لك اذا مسافر ما قلنا شكرا. انتم ومن عبد الرحمن وذول السباع حياك الله، اهلا وسهلا شرفت. حبانا وعزانا المشاهدين مره ثانيه كل عام وانتم بخير، اسلوب جديد، فكرة جديدة، خلينا نسميه من هسه، شو تقولون اخوة الإدارة نسميه ميدان الإمام الحسين سلام الله، أو ميدان شعبانيات. ميدان شعبانيات الأخوة الشباب الله يحفظهم. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، صحة وعافية إن شاء الله. دار المصباح الحسيني الشعائر، صحيح؟ إن شاء الله صحة وعافية. تبدون أنا أبدي لو وياكم نصير. إحنا شنو الترتيب؟ أول ما نبدأ نسوي صلوات وآخر شيء إن شاء الله نسوي بداية ونهاية. احنا هذا البطل، شوف هذا البطل، يلا توكل على الله. لا خليك مكانك، لا تدنى على السماعه، يوصل الصوت، يلا روح. افلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ال محمد. توضى لي احسيه تظل يا حسين عنوان الصمود، وتظل مهيوب خالد بالعقود، تظل يا حسين عنوان الصمود، وتظل مهيوب خالد بالعقود، علم مولاي اسمك بالخلود، علم مولاي اسمك بالخلود. ها اخوتها، ها عمها، يا منور اسمك تاريخ، يا منور اسمك تاريخ، يا منور اسمك تاريخ، يا منور اسمك تاريخ، يا منور اسمك تاريخ. صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا منو ورا؟ منو؟ اي واحد، يلا روح. لا يصير هم ما تسمع هالشكل. عفيه عفيه شوي، تقدم على السماعه. نعم. دبينا الثياب السود والابيض لبسنا لهلا بشعبان، نادينا يوم البين هلاله. نعم. دبينا لبسنا لهلا بشعبان، نادينا هلا بشعبان، نادينا يوم البين هلال الخادم صدق لحسين، هاي الفرحة احلال. نعم نعم نعم. الخادم عفيه، الخادم صدق لحسين، هاي الفرحة احلالها اخوتها. نعم نعم. ها عمها، كل خادم كل خادم فرحان الليلة، كل خادم فرحان الليلة، كل خادم فرحان. عفية عفية ما شاء الله، طيب الله انفاسك، احسنت. ايه روح اخوتها، اخوتها ها عمها،
ذقرة يا حد. إذا عندك مرض لو عوز لا تحتار. ضيف حسين قل له بسفرتك خطار. ضيف حسين بسفرتك خطار. حاشة ما يقصر دوم أبو الأحرار. أبد أبد. ميلاده اي ميلاده ضيف انت وشوفه بميلاده. ضيف انت وشوفه وين قالوا اقرا التقاب يقولون وين قلب المرض محتار وين الكل شي ما خلى عدنا بكربلة دكتور للما كان يندل ويا يا 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 بالمرض محتار وين الكل شي ما خلى عدنا بكربلة دكتور للما كان يندل ابو السجاد وترابه دوا ويشافي كل عله ودكتور الما الهم شارة دكتور الماء يلا وين وصل السرع سامحونا يعني سامحونا اخوان مو اوكي هاي الدنيا لاجلك الله سواها نموت بخدمتك ونعيش وياها زين زين هاي الدنيا لاجلك الله سواها نموت بخدمتك ونعيش وياها زين افرح يا موالي الفرحة محلاها افرح افرح يا موالي الفرحة محلاها وبحسين وبحسين تنورها الليلة بحسين تنور الليلة بحسين تنورها الليلة بحسين تنور الليلة بحسين وبحسين تنور هالليلة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد يلا ابو صالح ابو يها ايه لا 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 هاي ما مقبولة ها عمي ها ها ملا ولا ها يوم 3 شعبان هاي الفرحة نبديها يوم 3 شعبان هاي الفرحة نبديها شحلات الفرحة باسم حسين هذا اليوم نحييها شحلات الفرحة باسم حسين هذا اليوم نحييها بدنيا بدون ابو السجاد يا خير اللي يضل بيها عمي ها ابويا ها وحسين الدنيا ما بيها وحسين الدنيا عافية 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 الدنيا صلوات اللهم صل على ميلادك بميلادك اللي لهايم الحب ميلادك
الليلة هاي ملحبوك وتنادي يا علو يا فاطمة مبروك تنادي يا علي ويا فاطمة مبروك يا نبض قلوبها يا نبض قلوبها مولاي ما ينسوك اخوتها ها محمد السيلاوها حبك متصور بدماها حبك متصور بدماها حبك متصور نعم عفيه عفيه وداعا للدمعها اليوم وداعا للدمعها اليوم خلنا نفرح ولو مره نعم نعم وداعا وداعا للدمعها اليوم خلنا نفرح ولو مره عشقنا انولد والخدمه والحنيه والفطره عشقنا عشقنا انولد والخدمة والحنية والفطرة ما كنك بشر مولاي تضو كنك الحضرة نعم نعم ما كنك ما كنك بشر مولاي تضو كنك الحضره اخوتها وبعدها الليله نذب الهوسه بشباك العباس الليله نذب الهوسه بشباك العباس الليله نذب الهوسه الليله نذب الهوسه بشباك العباس تفضل ملاك سمعنا اللهم صل على محمد وآله من شافت جمال حسين شمس الله استحت من شافت جمال حسين جمال حسين شمس الله استحت منه حتى الشمس خلاها بجمال تصير تتمنى عطر خد السبط فواه يشبه ريحة الجنة عطر خد السبط فواه يشبه ريحة الجنة واملاك الجنة لوليلة بما انه احنا بالختام اي اريد تنطين الكاميرا شوية كنت قضية ردي سولفها ونحن على الهواء مباشرة ولا متفق ويا الادارة ولا متفق على الشيء اي عمي الله بالخير عليكم يا شيعة اهل البيت عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى شوفوا أخواني على مدى 14 سنة هذه القناة في خدمة شيعة أهل البيت حقيقة والله ما متفقين ويا الأخوة وفي خدمة خدمة الحسين وفي خدمة كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه خطابة شعرا ردة إعلاما ثقافة توثيقا تأريخا تأبينا مواضيع نقد بكل التفاصيل لما تكون في قمة ازدهارها احنا راح نستفيد احنا اللي ننتمي الى هذه المنظومة منظومة شيعة اهل البيت سلام الله راح نستفيد
لما تمر بظرف خاص، لما تمر بضائقة مادية شديدة جدا، ما أتوقع أنه بين على الشاشة. ولكن أنا شخصيا أتحدث بصفة الرسمية، بصفة الشخصية عبد الرحمن النصيري الرادود، عبد الرحمن النصيري لا كأني مقدم في هذه القناة ولا أنا جزء من عدلاء، والله أتحدث بصفة شخصية. إخواني حسين سلام الله عليه حب اللي يفزع له، يفزع الربعة، يفزع الشيعته، ويفزع الخدام، يا أهل الغيرة. مؤسسة الإمام الحسين عليه السلام بتفاصيلها، بتغطياتها، بقنواتها، بكادرها، بإعلامها، كلهم شغلهم الشاغل من أول الصباح إلى الصباح الثاني، شغلهم في خدمة أهل البيت، في خدمة شيعة، في خدمة كلمة الحسين. فالله مو باسم أبوي، باسم المولى الأغا سيد الشهداء سلام الله عليه. إخوان، إخوان حقيقة يعني هذه المنظومة، هذه المؤسسة، هذه الركيزة، ركيزة مجموعة الإمام الحسين سلام الله عليه، تمر بضائقة مادية شديدة تحتاج وقفة. تتواصل، بإمكانك التواصل مع القناة عن طريق صفحاتها الرسمية. سيد الشهداء سلام الله عليه كل اللي وياه فزعوا له غيرة، وإحنا اليوم في خدمة خدام سيد الشهداء سلام الله. نقدم شكر جزيل للشباب الأبطال دار المصباح الحسين الشعائري، جزاكم الله خير، إن شاء الله طيب الفاسكم، وبعدنا وياكم وواي شغل. إحنا اليوم بداية، وإن شاء الله عدنا إلى يوم 15 إلى يوم 16 اللي نسيت أنا آسف. وأني إن شاء الله شرف كبير أن أكون مع أستاذ أحمد خضر، بس يعطينا مجال سيد حبيب أدري الختام. إن شاء الله يوميا نكون في خدمتكم على رأس الساعة 9، اندعونا ونندعي لكم وإحنا بالجوار المقدس وأنتم من شيعة أهل البيت سلام الله عليكم. نشوفكم باكر على رأس 9 في أمان الله.